في ولد صغير او شاب صغير ابتدى يبرز اسمه في لعبه، وبعد كده لاول مره كنا في مصر نسمع ده، او على الاقل جيلنا يعني، انه حد يتبنى ده، الشاب ده او الموهبه دي، وقالوا انه احمد بهجت بيعمل سبونسرنج ونجيب ساويرس. دي كلها كانت حاجات جديده علينا، ما كناش سمعنا الموضوع ده قبل كده. كويس انت سالتيني الموضوع دوت. الموضوع دوت كان زمان بره مشهور جدا، مش حاجه جديده. طبعا دلوقتي كل لو بعديا انا كمان دلوقتي كل فرق الكوره لازم تبقى سبونسرز ولازم تعمل الكلام دوت. بس جات الاول كان دكتور ابراهيم كامل، وانا صغير عندي 12 14 سنه، لحد اما فزت بطوله العالم. بعديها بقيت سلعه، اللي بيدفع اكتر بلعب له. بس غير كده انا لا انسى طبعا فضل الناس دي كلها عليا. دكتور احمد بهجت كان ليه فضل كبير. يعني دكتور احمد بهجت انا ما تعاملتش معاه اللي هو السبونسر بتاعي، اللي هو مثلا بيدفع فلوس وبلعب باسمه. لا، اتعاملت معاه كانسان. الراجل ده كانسان فعلا فعلا، شفت حاجه كويسه قوي منه. يعني حتى هو كان تعبان محترم. انا لا انسى لو انا كنت كان تعبان ولقيت الشيكات بتجي لي. طب الراجل في امريكا تعبان، فلاقي الشيك عندي، فانا قلت لهم لا مش عاوز الشيكات دلوقتي، مش عاوز الكلام ده. قال لك لا انت بتلعب عشان مصر مش بتلعب عشان حد. فده هي برده من الحاجات اللي اثرت فيا جدا، وعمري ما انساله الكلام ده طبعا.